السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيراكم دايرين خوتي؟ لاباس بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا النهار غادي نهضروا على حساب اللي كينتجوا الشتائل الخروب ولا لي بيبينير المشتل، يعني كيلقموا ولكن كيديروا شي تلقام كتكون عندهم دائما وابدا الخسارة بزاف. اش كنعني؟ كنلقموا بالعين ولا بالقلم مزيان، ولكن خصها حاجة نعرفوها. كمل الفيديو باش تفهم. الكيس بلاستيكي ياك مزروعة فيها الشتلة وكنعطيو لها الماء، هنا كينجيو وقت التلقام. اش كيديروا الناس؟ كيلقموا بالعين، كيلقموا بالقلم، وكيخليو الماء غادي خدام، الماء خدام كيعطيو الماء. هذه غلط. علاش؟ لان التلقيمه ديالهم كتكون يلاه ما شدتش بلاصتها، الماء كيطلع في الشجره كيغلب على ذاك سميتو على ذاك التلقيمات، كيكثر الماء عليهم، كيكحالو، كيخسرو. اشنو خصنا نديرو؟ 5 ايام قبل ما نبداو نلقمو، 5 ايام نقطعو الماء، نسقيو الاول، 5 ايام نقطعو الماء نبداو نلقمو حتى تفوت واحد 5 ايام اخرى، عاد باش نعطيو الماء. هذا هو، يعني نجي غادي نسقيو، نصبرو 5 ايام ونبلعو الماء. غادي نلقمو بالقلم ولا بالعين وتفوت 5 ايام اخرى نطلقو الماء. هنا هذاك الكيس بلاستيكي كبير، راه فيه الماء وفيه الرطوبة وفازق يكفيها. هذا هو اللي خصكم، لأن إلا بقيتو تعطيو الماء وكتلقمو والماء غادي، كتكون الخسارة بالنسبة للتلقيمة. هذا هو اللي خصكم تعرفوه. بارتاجيو معنا وديروا اللايكات، ونتمنى لكم الخير ومع السلامة.